المتهم رئيسي الإعدام واللي معاه اللي ادعى أنه هو الصيك المؤبد. كنتمنى أنا صراحة لا لرسون اللي خاصة تخاد في هذا الشيء هي أن الأرواح ديال الناس ما يكونوش لعبة. الدري اللي ضعنا فيه اليوم راه ماشي كان زعما إنسان عادي ولا إنسان من الطبقة ديال هادوك المجرمين، راه الإنسان زعما اللي كان يشهد له بالحسن الخلق ويشهد له زعما بالأخلاق والدراسة وكل شيء، ولكن الحمد لله وشكر لله زعما القضاء والقدر صراحة تفرض عليا هذا الوضع، وزعما بقيت نبقى قوية لآخر دقيقة. درت هذا الشيء كامل على قبل بدر خويا، والحمد لله ربي ما خيبناش والصبر ديال الله كان واقف معنا. الحكم كان منطقي، انا كان عندي يقين باللي غادي ناخذوا الحق ديال بدر الحمد لله. وكي كيف ما قلت كنشكركم كاملين، كنشكر الناس من بعيد ومن قريب، حيت هذه ماشي قضيتي انا بوحدي، والحكم ما كانش ديالي اليوم غير بوحدي انا، كان ديال كاع المغاربه والناس زعما الناس المغاربه واللي ماشي مغاربه. المهم شكرا لكم بزاف، كنبغي نشكر المحكمه، كنبغي نشكر الاعلام، كنبغي نشكر الاصدقاء والعائله، والحمد لله زعما الحق ديال بدر بان، وبانت كانت العداله بالنسبه ليا لبدر.